انا بقى لو بشتري عربيه زيرو هنا ساعتها بدفع الرقم ده ولا ما بدفعوش لا عند لا لا، انت حضرتك اول ما تشتري عربيه جديده انت بتستلمي جواب مرور على طول، بتروحي توخطي على طول، ده ملوش دعوه بالعربيات الجديده. طيب اذا ده انتم متفقين عليه ولن يؤثر على سوق السيارات في لا رايك؟ خالص، لا ما فيش فيه خلاف ده نهائي يعني. ماشي، شكرا استاذ خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات. اذا استاذ خالد بيقول ان ده رسوم اللي هي النقل من الملاكي او لما بتشتري عربيه مستعمله، ده رسوم زادت بنسب من 5 ل 10%.